يواصل معرض الخريف 2022 استقبال زواره من داخل وخارج مملكة البحرين، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعرض. نعم، هذا وبدرت صادرات البحرين بالتعاون مع إدارة المعرض بتخصيص مساحات لعرض المنتجات المصنوعة في البحرين بهدف تسويقها وإدخالها على خط المنافسة. 30 عارضاً بحرينياً من جملة العارضين المشاركين في معرض الخريف في موسمه 33 تحتضنهم صادرات البحرين وتقدم منتجاتهم لرواد معرض الخريف بدعم كامل لتلك المشاركات. حرصنا في صادرات البحرين على تحفيز القطاعات المختلفة والترويج للمؤسسات القائمة في البحرين، وإحنا فخورين جداً بشراكتنا مع شركة انفورمو ماركتس المسؤولة عن تنظيم معرض الخريف. تم إشراك 30 مؤسسة محلية في جناح صادرات البحرين من مختلف الأنشطة. طبعاً هاي النوع من الدعم يعمل على فتح إمكانات ومزايا للمؤسسات المحلية من خلال تقديم تسهيلات لإشراكها في المعارض المحلية والإقليمية والعالمية. في معرض الخريف ما قصروا صادرات البحرين، كل الشكر لهم، دعمونا بشكل كامل، عطونا جناح كامل نوفر فيه منتجاتنا وتصاميمنا بشكل مباشر للكاستمر وللزباين. هذه أتاحت لنا الفرصة بشكل كبير أن احنا نتوسع في مجالنا ونعرض كل التصاميم بشكل مميز وحلو في نفس الوقت حق الزباين من داخل البحرين وخارجها. صادرات البحرين انهم اعطوني الفرصه ان انا اشارك في معرض الخريف، وهذه اول مره اللي اشارك، الحمد لله رب العالمين. وفروا لي جناح كامل اعرض فيه تصاميمي مثل الجلابيات وفساتين السهره. في ظل مساعيها الراميه لتعزيز مكانه المنتجات الوطنيه وبالتعاون مع الشركه المنظمه للمعرض، كان لصادرات البحرين الدور الكبير في فتح المجال امام الشباب البحريني ليصل الى الجماهير البحرينية والخليجية من رواد المعرض السنوي ليتعرفوا على كل ما يتم إنتاجه بأيد بحرينية. طبعا دعم صادرات البحرين لنا ان احنا نتواجد في معرض الخريف وايد ساعدنا حق التسويق، لان تفاجئنا ان وايد ناس ما كانوا يعرفون، انا اتكلم عن نفسي، ان ما كانوا يعرفون البراند، فوجودي في المعرض وايد ساعدني. وجودنا في معرض الخريف كمشاريع بحرينية ودعم صادرات البحرين لنا خلانا نتعرف على الزباين ونوسع دائرة الزباين اللي موجودة عندنا، بحيث ان احنا تعرفنا على زباين من داخل البحرين وبرع البحرين، وهاي الشيء راح يسهل علينا ان احنا نصدر لخارج البحرين. منتجات بحرينية متنوعة حجزت موقعها على خارطة منصات البيع في معرض الخريف تأتي في سياق خطط التنمية الطموحة التي تسعى لها الجهات الحاضنة في إبراز المنتج البحريني وإدخاله على خط المنافسة مع منتجات الدول الأخرى. تعد التسهيلات التي تقدمها صادرات البحرين لعدد من المشاريع البحرينية فرصة ذهبية لفتح آفاق الانتشار لهم من خلال فتح المجال أمامهم للمشاركة في معرض الخريف باعتباره وجهة سنوية مهمة للتسوق على مستوى المعارض المحلية. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.